يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صحيح أنه لا يجوز أن نقول عن موسى عليه السلام أن نقول نبينا موسى ونبينا عيسى، لأن نبينا نحن هو محمد عليه الصلاة والسلام، بل إنما يقال عند ذكره نبي الله موسى. إيه نعم، يقال نبي الله موسى هو نبي بني إسرائيل، محمد نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.